بكم في ملفنا الأول. إسرائيل تحاول منع عقد جلسة مجلس الأمن الدولية المقررة غدا لمناقشة اقتحام وزير الأمن القومية تامر بنفير للمسجد الأقصى وتغيير الوضع الراهن في القدس عبر سور فرائها لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، حيث أرسلت برقية سرية لسفرائها أمرتهم بمخاطبة الجهات الخاصة لعدم مناقشة الاقتحام ومنع صدور قرار بحسب ما كشفته تقارير إسرائيلية. وبعد تقديم الإمارات طلب لمجلس الأمن لعقد هذه الجلسة، بحث اليوم رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد مع الملك الأردني عبد الله الثاني القضايا الإقليمية، خاصة وأن الأردن كان قد استدعى السفير الإسرائيلي لديها لجلسة توبيخ. وبعد الإدانات الدولية والعربية لخطوة بن غفير، هاجمت كتلة يهدوت هاتورا الشريكة في الائتلاف الحكومي وزير الأمن القومي الإسرائيلي لما وصفوه بالتسلل إلى المسجد الأقصى. هجوم إسرائيلي دبلوماسي هدفه إحباط مبادرة الدول العربية عقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتامار بن غفير إلى المسجد الأقصى. التعاون والتنسيق الإسرائيلي مع الولايات المتحدة لثاني دولة الإمارات العربية التي دعت إلى الجلسة لم ينجح. المساعي الدبلوماسية حاولت التقليل من خطورة الزيارة وأهميتها والتأكيد على أنها لا تهدف لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى. الإعلام الإسرائيلي اهتم بدور الإمارات في الدعوة لعقد مجلسي الأمن وكذلك استدعاء السفير الإسرائيلي في الأردن إلى وزارة الخارجية والإدانات التي توالت من دول عربية صديقة وغير صديقة. وفي إسرائيل توالت ردود الفعل المنددة بغالبيتها في هذه الخطوة. الأحزاب الخارديت اليهودية المتدينة المتزمتة أدانت الزيارة على اعتبار أنها تتناقض مع الشريعة اليهودية. الوسط يسار حذر من أن الزيارة ستقود إلى انفجار الوضع في الأراضي الفلسطينية وربما في المنطقة برمتها، واليمين الليبرالي حذر من أن اعتبارات بن غفير الشعبوية ستقود إسرائيل إلى التهلكة. زوجة الوزير بن غفير وفي تصريح مثير تحدثت عن أن زوجها قد يرشح نفسه إلى رئاسة الحكومة بعد حقبة نتنياهو، كاشفة ربما السبب الحقيقي خلف هذه الزيارة. وفي محاولة طرح بن غفير نفسه قائدا لليمين، اليمين الذي يضع الحرم القدسي في صلب الصراع والتأكيد أن الصراع ديني، تحول يعتبر كابوس لكل من يؤمن بأنه بالإمكان الحديث عن شرق أوسط جديد. ولقاش هذا الملف ينضم إلي وتنضم إلي من واشنطن أستاذة هبة القدسي مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن. أهلا بك أستاذة هبة. معنا كما ينضم إلي من عمان الخبير الشؤون الاستراتيجية والعربية الأستاذ عمر الرداد، أهلا بك. ومن تل أبيب سفير إسرائيلي السابق أستاذ يتسخاك ليفانون، أهلا بكم جميعا. ودعوني أن أبدأ معك أستاذ يتسخاك. كما ذكرنا أستاذ يتسخاك، إسرائيل قلقة جدا من عقد جلسة مجلس الأمن غدا وتحاول عرقلة وإلغاء هذه الجلسة. برأيك هل الهجوم الدولي على إسرائيل في هذه المرحلة سيجعل هذه الحكومة أن تعيد النظر في خطوات وزرائها التي وصفت بالاستفزازية، أم على العكس ستستمر في تحقيق أهدافها التي تسعى إلى تغيير سياسة الوضع الراهن في القدس كما يرغب بالطبع كل من سموتريتش وبن غفير؟ لا أظن أن هنالك أي لزوم لذلك، لأنه الحكومة الجديدة أعلنت، وهذا هو الموقف الرسمي لهذه الحكومة، أنه لا يكون هنالك أي تغيير في الوضع الراهن. معنى ذلك الستاتوس كو، ما نسميه الستاتوس كو منذ عدة سنوات. النقطة الثانية، أنا لا أظن أن السيد بن غفير أو الوزير بن غفير اقتحم الأقصى، وليس ولا اقتحم، هو دخل باحة الحرم ولن يأتي ولا يتقرب من الأقصى بتاتا. الأقصى يعني هو مكان مقدس للإسلام ولا أحد يمس بذلك بتاتا. أنا أظن شخصيا، وهذا هو يعني الأغلبية داخل إسرائيل، أن التوقيت كان غير مرغوب فيه أن يأتي إلى الباحة اليوم 4 أيام بعد إعلانه أو تعيينه كوزير. كان باستطاعته أن يتمهل إلى المستقبل ولا يأتي في هذه الأوان، ولذلك الردود الفعل الذي احنا نراها
نحن نعمل كل جهدنا لكي نقنع هذه الجهات بما في ذلك مجلس الأمن أو الدول العربية الصديقة أو الدول التي أبرمت اتفاقيات أبراهام إنه ليس هنالك أي تغيير في الوضع الكائن. نعم أستاذة هبة، استمعت إلى طرح أستاذ يتخاك، ولكن يعني كما يبدو جلسة مجلس الأمن ستعقد غدا، برأيك ما المتوقع من هذه الجلسة؟ لأننا نعرف أن لا أهمية يعني عادة لهذه الجلسات، وإلى أي مدى برأيك تعاونت الإدارة الأمريكية مع هذا المسعى الإسرائيلي لإلغاء الجلسة؟ أولا هذه الزيارة هي بالطبع زيارة استفزازية أثارت إدانات من كل الدول العربية والدول الإسلامية، وأدت إلى هذا الاجتماع المتوقع غدا في مجلس الأمن على مستوى السفراء. ومن المتوقع أن يسفر هذا الاجتماع إلى إدانة لهذه الزيارة التي تعتبر استفزازية في أعقاب أيام قليلة من تشكيل الحكومة الأشد يمين والأشد تطرفا في تاريخ إسرائيل. لم يكن هناك يعني داع، أو لم يكن هناك يعني هذه الزيارة تعد غير مسؤولة من قبل هذا الوزير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، لأنه قام في السابق بزيارات مماثلة وهو فقط كعضو كنيست أو كمعارض في أحد الأحزاب الإسرائيلية. لكن هذه زيارة بكونه وزيرا في الحكومة الجديدة لا داعي لها، وتعد لم يكن لها أي داعي، وتعد محاولة للاستفزاز الشديد بما يلهب المنطقة بأكملها. وهذا ما عبرت عنه الإدارة الأمريكية، أن الأسوأ قد يأتي إذا لم تقم الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بما التزمته من حماية المقدسات الإسلامية وما يتعلق بعدم القيام بأي تصرفات أحادية تؤدي إلى تغيير الوضع القائم. وبالتالي الإدارة الأمريكية تحمل الحكومة الإسرائيلية هذا الموقف، وتحملها مسؤولية يعني عدم تغيير الوضع واحترام المقدسات واحترام مكانة مدينة القدس. وهذا ما عبر عنه نيد برايس في مع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بالأمس، وعبر عنه أيضا المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم في حديث مع الصحفيين جون كيربي، حول أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية علاقات وثيقة، وأن العلاقات ما بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علاقات وثيقة، لكن هذا لا يعني أنه لا يعني لا تحرك، لن ترضى واشنطن بأي تحرك تقوم به هذه الحكومة الجديدة في تغيير الوضع القائم، وستظل مسألة توسيع المستوطنات قضية أساسية. وبالتالي هناك توقعات لزيارة لمستشار الأمن القومي جاك سوليفان في منتصف هذا الشهر إلى إسرائيل لمناقشة هذا الأمر والحد من التطورات التي يمكن أن تشعل المنطقة بشكل كبير. لكن اجتماع مجلس الأمن غدا سيؤدي إلى تراكم الأدلة على الانتهاكات الإسرائيلية. نعم أستاذ عمر، يعني الملك الأردني كما ذكرنا بحث اليوم مع الرئيس الإماراتي بن زايد القضايا الإقليمية، وبالطبع من ضمنها كل تطورات قضية القدس والمسجد الأقصى. العلاقات الإسرائيلية العربية وتحديدا الأردنية كما نعلم يمكن أن تتضرر كثيرا من سياسة هذه الحكومة. برأيك ما هي الخيارات، خيارات الدول العربية؟ هل ستكتفي بخطوة كخطوة مجلس الأمن، أم أن هناك خطوات أخرى متوقعة؟ مساء الخير لك ولضيفتي. أعتقد أمام الدول العربية خيارات كثيرة. من الملفت للنظر اليوم على سبيل المثال، وهي خطوة دبلوماسية، الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي في عمان
والإمارات العربية هي من على رأس القائمة في السلام الإبراهيمي الجديد، هي التي تقدم إلى مجلس الأمن بطلب عقد اجتماع طارئ لمناقشة زيارة بن كفير للمسجد الأقصى والأماكن الإسلامية المقدسة. أعتقد هناك تساوي اليوم بمواقف الدول العربية الملتزمة بالسلام مع إسرائيل والتي عقدت معها معاهدات أو حتى التي لم تعقد معها معاهدات، لسبب بسيط أن قضية المسجد الأقصى والأماكن الإسلامية المقدسة هي قضية أكبر من الحكومات والأنظمة العربية، بمعنى أن هناك رأياً عاماً حتى اليوم يطرح ما تفضلت به بسؤالك حول الخطوات العربية، وينتقد بشكل حاد جداً عبر مواقع التواصل وغيرها. هناك حالة انتقاد شديدة للموقف العربي الذي يطالب بعقد جلسة مجلس الأمن أو أنه يقتصر على الإدانة والاستنكار والشجب لهذه الخطوة. المشكلة اليوم في إسرائيل محاولة الفصل بين نتنياهو وبين بن غفير هي محاولات أعتقد أنها بائسة، وأعتقد أن بن غفير لو لم يكن السياق العام لبرنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة الذي لا يؤمن بالسلام ويريد توسيع الاستيطان بالجولان ومناطق الضفة الغربية ويركز مع العرب على القاسم المشترك باعتبار إيران هي العدو تحديدا مع الخليج، أعتقد أن هذه المقاربة لن تنفذ ولن يكتب لها النجاح لسبب بسيط جدا. نتنياهو بحكوماته السابقة واليوم يقدم نفسه باعتباره جزء من العالم السني من الدول السنية ويطرح هذا عبر الإعلام الإسرائيلي، والكل يعلم اليوم هو يقول أن إيران الشيعية تستهدف العالم السني. إذن ما الفرق بين نتنياهو وبين إيران اليوم؟ إذا كانت إيران تستهدف العالم السني عبر وكلاء بسوريا والعراق وفي لبنان وفي اليمن وغيرها من الدول، السؤال اليوم المطروح عربيا حتى بأوساط المؤمنين بالسلام، المؤمنين بوجود إسرائيل، المؤمنين بضرورة انتهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أراضي عام 67 وإقامة الدولتين، اليوم السؤال المطروح ما الفرق إذا كانت إيران تخرب وتعمل عملها بالدول العربية عبر وكلاء، فإن نتنياهو وحكومة اليوم يعني يذهب إلى ارتكاب حماقة ضد أقدس مقدسات المسلمين بعد مكة والمدينة، اليوم يذهب إلى المسجد الأقصى وهي كما تفضلت ضيفتك من واشنطن، أعتقد خطوة غير مبررة. وأدرك بحكم متابعتي للشأن الإسرائيلي أن بن غفير أراد أن يرسل رسالة لمؤيديه أنه قادر على ترجمة وعوده وأقواله. نعم بالطبع يريد إرضاء يعني أن يدرك بن غفير أنصاره على حساب علاقات الإقليمية لإسرائيل. أستاذ عمر لو سمحت ابقى معي سنتوسع بهذه النقطة بعد قليل. أستاذ يتخاك يعني كما ذكرنا وكما نرى بأنه يمكن للعلاقات العربية الإسرائيلية أن تتضرر كثيرا، الأردن، المغرب، تركيا، الإمارات ومصر والعديد من الدول العربية أدانت ما حصل بالأمس، نرى تغيرات يعني في المنطقة، تغيرات كبيرة. اليوم كانت هناك زيارة لوزير الخارجية الإماراتي إلى سوريا، بدأنا نشهد نتحدث عن تقارب تركي سوري وأيضا مصري، يعني تعميق التعاون. وكان نتنياهو قد تحدث في الماضي عن تعميق أو يعني منذ دخول هذه الحكومة عن تعزيز اتفاقيات إبراهيم وعن عقد اتفاقيات جديدة، ولكن في ظل هذه التصرفات يمكن أن قد تصبح إسرائيل منبوذة. يعني ألا يوجد لسموتريتش وبن غفير حسابات إقليمية؟ ربما لديه هذه الحسابات، ولكن إذا سمحت لي ولا أضيافك الكريمين، أنا أريد أن أمنع التضليل. أولا نحن باتصال مع كل هذه الدول العربية سواء كان مصر أو الإمارات أو المغرب أو لآخره ومع أعضاء مجلس الأمن لكي نحن نفسر لهم أن سيد بن غفير أو الوزير بن غفير لن يقترب من مسجد الأقصى المبارك، نقطة.
هو كان في الباحة فقط، وحسب الستاتوس كو أو الوضع الغاهن أو الوضع نعم تفضل. الوضع الغاهن ما سبب زيارة الباحة؟ يعني تتساءل ضيفتي أستاذة هبة، إذن ما سبب، يعني ما الحاجة من زيارة باحة الأقصى؟ كل هذه الباحة، وأنا لا أتكلم فقط عن الأقصى، هنالك أماكن مقدسة للإسلام، ولكن أيضا حسب التاريخ في أماكن أيضا مقدسة لليهود، ولذلك أتينا قبل 20 أو 25 سنة إلى الوضع الغاهن، الستاتوس كو مع الجميع، من ضمنها أيضا الأردن اللي هي مسؤولة على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس، ولذلك حسب هذا الستاتوس كو مسموح للجميع بما فيه اليهود أن يأتوا، لا يصلوا، يأتوا إلى الباحة فقط. الأقصى هو مكان مقدس للإسلام وسيبقى ذلك ولا أحد يمس بذلك. لذلك أنا أظن أنه علينا أن لا نضلل الجمهور ونفسر ما عمل فيه. أنا شخصيا كنت أغرب أنه سيد بن غفير لا يأتي في هذا الأوان، لا للباحة ولا من كعبة الباحة أو أي شيء آخر، لأنه عليه أن يتطلع إلى الحكومة الجديدة، وفي داخل إسرائيل أشياء كثيرة علينا أن نقوم بها لتصحيحها أو لنقوم لمصلحة الشعب الإسرائيلي. لذلك دعنا نضع ذلك في إطاره، وهو لن يقترب أو لن يمس، ولا أحد يسمح له أو لآخر أن يمس بمسجد الأقصى. نعم أستاذة هبة، فيما تحدثنا عن في سياق التغيرات في المنطقة وفي ظل عودة الدول العربية إلى سوريا، وذكرنا كان اليوم يعني الرئيس الأسد استقبل وزير الخارجية الإماراتي في دمشق، كيف يمكن للإدارة الأمريكية أن تمنع الحكومة الإسرائيلية من القيام بخطوات يمكن لها أن تخدم محور إيران وحلفائها؟ يعني هناك شقين في الإجابة عن هذا السؤال. فيما يتعلق بسوريا، هناك تحذير أمريكي من محاولات تطبيع الأمور مع نظام بشار الأسد، وهي رسالة موجهة بالأساس إلى تركيا أكثر من الإمارات. فيما يتعلق بالشق الآخر، هو ما الذي تستطيع الولايات المتحدة عمله لمنع إسرائيل من الإقدام على خطوات استفزازية أكثر يمينية، تغيير الوضع القائم أو التوسع في المستوطنات. يعني الأمر هنا، يعني أنا ما زلت مصرة أنه لم يكن هناك أي داعي لزيارة بن غفير إلى حتى باحة المسجد الأقصى، حتى وإن حاول البعض تبرير أو الدفاع عن هذه الخطوة ومحاولة إظهارها كأنها خطوة طبيعية، لكنها بالفعل نتيجة هذه الخطوة كان هناك ردود فعل كثيرة من كل الدول العربية، وهذا يعني أنها خطوة بالأساس تستهدف استفزاز الدول العربية أو تستهدف اختبار ردود الفعل على هذه الزيارة وإرضاء الأطراف اليمينية داخل إسرائيل من طرف آخر. الإدارة الأمريكية لا تريد، دعينا أولا نتذكر أن في التاريخ قام إيريل شارون رئيس وزراء إسرائيل في عام 2000 بزيارة مماثلة إلى باحة ساحة المسجد الأقصى، وهذا أدى إلى مصادمات كبيرة ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وبالتالي لدينا سابقة تاريخية تشكل وتؤكد أن هذه الزيارات الاستفزازية ستؤدي إلى التهاب المنطقة، وهذا ما تخشاه الإدارة الأمريكية. لذا ترسل رسائل قوية وشديدة اللهجة إلى إسرائيل للحفاظ على الوضع القائم وعدم القيام بأي خطوات تؤدي إلى مصادمات أو تؤدي إلى التهاب الوضع، خاصة أنها تخاطر بعلاقات كانت يعني تبدو مبشرة مع توقيع اتفاقات إبراهيم مع الإمارات والبحرين
الاخرين والاغضاب دول لها علاقات واتفاقات سلام طويله الامد مثل مصر والاردن، وبالتالي المخاطره. وبالاضافه الى هذا استاذ هبه، احد اهداف بنيامين نتنياهو هو ابرام اتفاقيات ايضا مع المملكه العربيه السعوديه، ونعلم بانه بالامس ادانت السعوديه ما حدث في الاقصى. برايك يعني الى اي مدى تازم الوضع مع الفلسطينيين يمكن أن يعيق أي تقدم بين الجانبين السعودي والإسرائيلي؟ يعني المملكة العربية السعودية دائما وأبدا تمد يد السلام، وقد طرح في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي إعادة إحياء المبادرة العربية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية، وبالتالي هذه التصرفات الاستفزازية تؤثر بشكل كبير على يعني القدرات التي يمكن إفساح المجال لأي اتفاق سلام. في زيارة الرئيس بايدن إلى المملكة العربية السعودية في يوليو الماضي كان هناك احتفاء كبير بفتح الأجواء السعودية للطيران الإسرائيلي، وهي خطوة كانت بادرة يعني طيبة من المملكة العربية السعودية لإفساح الأمر للمسافرين الذين يرغبون في القيام بشعائر الحج داخل المملكة العربية السعودية. لكن هذه الاستفزازات الإسرائيلية ستؤدي إلى يعني غلق الباب بشكل كبير على أي تعاون مع المملكة العربية السعودية، وستؤثر على العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب بالتأكيد. نعم أستاذ عمر، كيف تقرأ تحركات دولة الإمارات الأخيرة من ناحية الخطوة يعني الدولية ضد إسرائيل في مجلس الأمن، ووزير خارجيتها اليوم في سوريا، مباحثات مع الجانب الأردني، وأيضا كانت هناك اتصالات ويوجد اتصالات مع الجانب الإيراني؟ هل يمكن أن نقول أن اتفاقيات إبراهيم ستشهد أزمة حقيقية في ظل الحكومة الحالية؟ لا شك إذا بقيت الحكومة أسيرة، الحكومة الإسرائيلية رغم أن أغلبيتها أعضاء من الليكود، إذا بقت أسيرة لسلوك بن غفير وسموريتش، فإنها لا شك ستواجه المزيد من الأزمات. اليوم كما قلت قبل قليل الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي، والإمارات هي التي تتقدم بطلب لمجلس الأمن لعقد جلسة طارئة مناقشة الأوضاع على ضوء سلوك بن غفير ودخوله الأماكن المقدسة الإسلامية. الموضوع أعتقد صحيح ربما لن تصل الأزمة إلى مراحل متقدمة بحيث تلغي مثلا الإمارات معاهدة السلام، لا لن تصل إلى هذا المستوى، لكن أعتقد أن نظرية السلام البارد والسلام الدافئ التي كانت توصف فيها العلاقات الإسرائيلية مع الأردن بالمقارنة مع العلاقات مع مصر ستكون عنوان للمرحلة القادمة. أعتقد اليوم يجب أن يعلم الجميع أن أي حكومة أو نظام عربي حتى ممن عقدوا سلاما جديدا مع إسرائيل لا يستطيع أن يقف أمام الرأي العام ويتعاكس مع الرأي العام الإسلامي والعربي في البلدان العربية التي تطالب. على سبيل المثال اليوم ظهر عندنا بالأردن إحدى الكتل النيابية طالبت بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وهو أيضا بقطع العلاقات مع إسرائيل. نعم نعم، طرد السفير الإسرائيلي من عمان، هكذا كان البيان الذي صدر اليوم، وهذا بيانات لنواب ممثلين للشعب. لو لم يفعل بن غفير فعلته هذه ربما لم نكن قد وصلنا إلى هذه المرحلة. فأعتقد الإمارات إجابة على السؤال اللي تفضلت به حضرتك، لا تناقض بين علاقاتها وانفتاحها على سوريا، إذ أن المشروع ليس جديدا، ونذكر حتى أن الرئيس بشار الأسد زار الإمارات والتقى مع الرئيس الإماراتي، بمعنى أن هذه الخطوة اليوم هذا اللقاء غير بعيد عن الخط البياني للعلاقات بين الإمارات والدولة السورية وسوريا. نعم أستاذ عمر،
للأسف لم يتبقى للوقت. وصلت الفكرة الخبير الشؤون الاستراتيجية والعربية الأستاذ عمر الرداد، حدثتني من عمان، شكرا جزيلا لك. من واشنطن الأستاذة هبة القدسي مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، شكرا جزيلا لك. وبسفيرة الإسرائيلية السابق الأستاذ إتسخاك ليفانون، حدثني من تل أبيب، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، دقائق ونناقش ملفنا الثاني، ابقوا معنا.